الجزء الاخير من الامتحان هو جزء الاشبروبيشن اللي هو التحدث. طبعا ده فيه ميزه كبيره جدا مختلفه عن باقي الامتحانات الموجوده في الاماكن التانية بدون ذكر اسماء، وهو ان انت بتختار البارتنر اللي هو الشريك بتاعك قبل الامتحان. اولا دي حاجه بتقلل الضغط النفسي بشكل كبير جدا وتخلي الواحد هادي وطبيعي. طبعا في رهبه الامتحان دي معروفه، بس الحاجات دي بتخلي الواحد هادي جدا لان هو طبعا بيبقى محضر ومرتب مع الشخص ايه اللي هو متفق معاه بنخش الامتحان. الامتحان بتاع السبيشن بيتكون من 3 تايلات. التايل الاولاني ده بيبقى تايل مش محسوب، بيبقى عباره عن تايل بيطلب منك فيه انك انت بتقرا بعض الارقام بشكل معين، وبعد كده بتعرف نفسك او بتعرف صاحبك على حسب البروفر او الممتحن ما بيطلب منك. تمام، ده بيبقى مش مطلوب، مش محسوب كدرجات وكده، بس هو كل الفكره ان هو بيديك الثقه شويه وبيخلي الواحد قادر ان هو يخش في الطريقه الثانيه وهو مرتاح ومن غير ضغط نفسي. اما بالنسبه للطريق الثاني هو عباره عن طيب، بيبقى عباره عن جيش محادثه بيني وبين البارتنر بتاعي. طبعا احنا كنا متفقين قبل كده ازاي نتكلم ولو مين اللي هيبدا بالاسئله ومين اللي هيجب، وبعد ما يجب هسال اقول ايه. طبعا دي كلها حاجات بتخلي الواحد عادي ومش متوتر ولا حاجه. ده بالنسبه للتايل التاني. اما بالنسبه للتايل التالت بيبقى عباره عن مجموعه من الصور. الصور ديت الممتحن بيوريها لي، ببص على الصوره ديت ال4 صور دول بيدوني فكره معينه انا بتكلم عنها او موضوع معين انا بتكلم عنه، وبعد كده بفضل اتكلم شويه وبعدين الممتحن بيفضل يقعد يسالني، سواء مثلا بيسالني سؤال او سؤالين، ما بيكترش عن كده عشان خاطر وقت الامتحان طبعا، لان لسه شريكي او زميلي في الامتحان برضه هيتسال نفس الاسئله الثانيه. تمام، وبرضه الحاجات ديت بتخلي الواحد بيتكلم عادي وبدون اي مشاكل. وبرضه في ميزه كويسه جدا، انا عن نفسي في حياتي الشخصيه في الامتحان لما كنت بتكلم كان في طبعا بعض الضغط النفسي، بس الممتحن نفسه في الحقيقه كان متعامل معايا جدا لدرجه ان هو هداني، وكان يعني وصل ان هو ضحكني عشان خاطر يعني عشان ما اخافش وعشان خاطر ما تغلطش بالكلام. وطبعا المهم جدا في الامتحان اثناء الكلام لازم اتكلم بقواعد البي اينز اللي هي قواعد زي مثلا ايه ديستو او فيرند، او اتكلم بالجنتيف عامه، واتكلم برضه الاوميتسو والحاجات اللي هي المهمه الخاصه اللي بتميز بي اينز. تمام، اما بالنسبه لي التيمن طبعا الناس بتبقى كلها قلقانه منها ومش عارفه ايه اللي هيجي لها وبتاع. التيمن عامه المشهور يعني بحكم خبرتي برضو مع اصحابي لما انا سالتهم، كانت التيمن عامه كانت عن اللي هي السايتن اللي هي فصول السنه، وكانت عن فلكسمت والرايزن اللي هي وسائل المواصلات والرحلات، وكانت بتتكلم عن الكورتوا، وكانت بتتكلم عن المزيك، وكانت بتتكلم عن الايغو بشيلونيون، وكانت بتتكلم عن بعض الحاجات التانية زي مثلا ال كانت بتتكلم عن الرايزن برضو لوحدها بدون الفاكاس ميتل، وكان في حاجات تانية، بس دي الحاجات اللي كانت اشهر يعني في الامتحان، والناس كلها برضو كانت طالعه مبسوطه وما كانش في اي مشكله خالص. اهم حاجه بس يا شباب تركزوا في التحضير مع الشريك بتاعك في الامتحان، وده طبعا هيفيدك جدا وهيخفف الضغط النفسي بشكل كبير جدا. والامتحان ده يعني عشان خاطر هو في الاماكن التانيه بيتخاف منه بشكل كبير، لا هنا مفيش اي خوف خالص ولا قلق. وبالنسبه للدرجات فيه ان شاء الله باذن الله بشكل كبير مضمونه عشان خاطر مفيش ضغط نفسي. شكرا.